اي بي جيمنج وفيديو جديد. فيديو النهارده شباب جايين نلعب في ماب الخنزير الخنزير الازرق. مفيش خنزير ازرق يا جدعان، ماب الخنزير المرعب. يلا يا شباب وصلوا الفيديو ده 100 لايك، ما شاء الله على التفاعل بتاعكم الجامد على ماب الخنزير. اوه يا شباب ما تنزلش. اوه انت ميت. ايه ده على طول كده يا عم الخنزير؟ ما بالراحه يا عم الخنزير. ايه ده يا جدعان؟ على طول كده يا شباب. انا سمعت اللي فيه. انا سمعت اللي فيه ناس. ايه ده؟ ده واقف عند مكانهم، هينزلوا يموتوا على طول. ده في واحد عايش بس. ده ايه ده؟ ده واقف فين ده لسه؟ اهو يا شباب انا سمعت اللي يعني احنا لعبنا ايه ده؟ ده بيرقص. مين ده؟ يا شباب انا سمعت اللي فيه تراب للخنزير المرعب الشرير جديد، تراب البيرد يا شباب. والله مش عارف هو اسمه كده. هنشوفه النهارده مع بعضينا في فيديو النهارده، بس هنشوفه يعني. اكيد ممكن يكون في حد مشتريه تقريبا ولا ايه؟ ممكن يا شباب يعني. بس بصراحه الخنزير الشرير اللي هو شكله اللي ماسك عصايه الشيطان ده الشباب، شكله مرعب بطريقه، وشكله جامد بصراحه. لا شكله جامد. يلا بينا. هو مش هيخلص ولا ايه يا شباب؟ ايه ده مش هيخلص ولا ايه؟ يا ربي خلص يا ربي خلص. قاعد بيرقص. طب روح موت اللي هنا ده، هو ناقص يموت ده. ايه ده؟ مش عايز يموته ليه فعلا؟ مش عارف هما الاثنين عندهم لاج ولا ايه؟ ما يلا يا جدع روح موته. طب ثواني نقول له، بس تقريبا دول اجانب ومش هيفهمونا، بس احنا نقول لهم برضك ايه؟ روحوا موتوا. ستوب دانسينج. ما ترقص. يلا عايزين نلعب جيم. يلا يا شباب انا مش بحب اقعد كده. ازيك يا بلال؟ حبيبي يا محمد. كل ما اجي العب يا شباب لازم الاقي حد من متابعينه، وده حاجه بتفرحني جدا والله العظيم. الحمد لله. وانت عامل ايه؟ متابعين الحمد لله، متابعين ابطال الجيمنج. ابطال الجيمنج دايما بلاقيهم في كل حته يا شباب، الحمد لله يعني. عايش جدا. هو الخنزير هيفضل يرقص كده ولا ايه؟ كتير انا مش فاهم انا. طيب يلا يا عم الخنزير، يا عم الخنزير يلا، احنا مش فاضيين يا عم الخنزير. ده يقعد يرقص كتير. ايوه يلا. هو بقى 15 بقى 15 ثانية يا شباب. يلا بينا. دي 10 ثواني. يلا بينا يا شباب. يلا هانت اهي. وبس اخيرا خلص. يا رب يعني احنا عايزين نكسب بقى. ايه ده اتحرك عايش. يلا بينا يا شباب. يا رب انا بقى اكون المجرم. مجرم ايه؟ انا في مبني مجرم ولا ايه؟ يا رب اكون الخنزير يا شباب. يلا بينا. بصوا في هنا 6 لاعبين ويلا بينا. يلا بينا يا شباب. 7 6 نختار البيت. ايوه هو البيت حلو، بس عايزين مكان نعرف نعدي منه على طول. البيتزا. بلاش البيت ولا البيت. لا الجالوري، المكتبه، المعرض قصدي، المعرض. المعرض ولا شاب معرض؟ لا مش معرض. الحمد لله. معرض ولا المعرض ده اجمد حاجه الصراحه لعبتها صراحه. بلير ولا انفنشن فين اللي هو انفكشن ولا ايه؟ انفكشن ليه؟ انا ده لو انا معايا السكينه. اوه لا، ما هو ده مش معاه سكينه، ده انفكشن مش التاني. أيوة مش التاني الجيم الجاي. هو بيبقى الجيم الجاي. واو ايوه انفكشن. يلا هنحولهم انا حولني. لا بلاش حوار تحويل. لا حولني يا لهوي يا جدعان. انا عايز اخد فلوس تموت. ايه ده؟ ولما انا كده بقى يا نهار ابيض. بصور. ازيك يا ياسين؟ ايه ده؟ طب انا يعني لازم لو انا حولتكم كلكم كده انا اللي هكسب واخد فلوس؟ طب حلو جدا يا شباب. مش عارف فعلا، عايز اجمع واشتري شخصيه الشيطان دي، جامده قوي. اقف مكانك تصحى فيه. يا شباب اول ما بتلاقيني انا خنزير عايز تحول تعمل كده. عجيب. انا اول واحده احولها اللي هي كيتي كات دي، اللي هي اللي كانت هي اللي كانت قاعده بترقص دي. لا مش كيتي كات، انا. انت ولا كيتي كات؟ انا. كيتي كات مين؟ والله ما اعرف. انا اتدلى على الاريكه. سيبيني اتدلى على الاريكه. اتدلى. ايه ايه؟ الشيطان المرعب. ايوه الواد اللي مش بيتحرك ده. ايه ده؟ ايه ده؟ الواد مش ايه ده؟ انت اللي مش الشيطان ده؟ انا ده اسطوري. انت اللي وراك القعده
هموت بقالي ساعة. ايه ده كل واحد بقى عنده انا اغرب شخصية في الكون. انا لو كله مختار تعالى هي دي فين انا؟ اوه تحول، ايه ده جيم اوفر. واو ايه ده ليه؟ السرعة دي، ايه ده كلكم معاكم الشخصيات الجديدة، والله واحنا اساطير. عملنا ايه؟ واحنا عملنا ايه عشان مش نخلص؟ لا ندخل عشان مش يا نهار انا ابيض. اسمها كيتي كات. هي مش كيتي قطة وكانت قطة. كيتي كات دي تلاقيها اصلا، حتى بصوا شكلها كده ايه ليش يعني، مرات قطة. واو ما تجوعنيش اختي، تقول لي اسمها شوكولاتة. كيتي كات. يلا بينا يا شباب، ما تنسوش بقى توصلوا الفيديو ده 100 لايك عشان نكمل ونستمر في ما بالخنزير المرعب. بحبها اول ما ابدي بالتلازين ده بحبها. نلعب في البيت. البيت مش وحش برضك، البيت جميل. يلا يا شباب نزلت من البيت ولا ايه؟ ماشي ماشي. خلاص المرة الجاية نلعب مثلا في المترو مثلا. ماشي المترو جميل. ماشي حاجة؟ المترو. اوه يلا بينا على التحديث الجديد، السكينة جامدة قوي على فكرة يا شباب. لو انت لوحدك يا لو لو انا بس لو انا مش هقول لحد يعني، انا مش هقول لك. ما بص المشكلة الشباب الاخت قاعدة جنبي وانا بصور، ف يعني بتشوف كل حاجة. بتشوف بص وبتعرف كل حاجة. يا رب انا، طب انا عايز اعرف منين اللي انا ولا مش انا. يا رب انا ايه ده كده مش انا؟ ولا انا يا كده انا. طب ازاي اعرف اللي انا؟ بيظهر له كده بقى بداية جديدة. اه مش واقف يعني جنب الشرطي. لا اه واقف كده في مكان بس مش انا. ماشي يلا بينا. اللي هيحط دراب هو اللي هيبقى معاه السكينة. وانا كمان حبايبي والله بحبكم كلكم. ويلا ايه ده يعني، ممكن كده يكون دلوقتي اي حد دلوقتي حامل مع السكينة؟ اه بس مش دلوقتي، مش هياخد السكينة دلوقتي. ايه ده محمد جيمنج بيقول انا معايا السكينة. اللي لابس يا لهوي، اللي لابس سكن سولوم. انا مش انا خايف. وحط ترابات مش عايز اقف كمان يا ام. انا اقف في الترابات. اه صح، قولي لي اعمل ايه؟ لا خنزير تحت. يا لهوي يا شباب، وطلع لكم معايا المفتاح الاخضر. ايه عايزين مفتاح احمر دلوقتي. احمر واحد اثنين ثلاثة. جبت المفتاح الاحمر. افتح باب. افتح يا ايها الباب. ماشي ماشي. ايه ده الاحمر فوق؟ تعالى نزل هنا بس. لا ايه انا عايز الاصفر. انت ميت يا هو. انزل لي تاخد زيت يا بنتي. ايه ما انت ميت بس خلاص. تعالى تعالى معايا. تعالى تعالى. ايه انت فين؟ يلا بسرعة. طلعت انا وانا ايه تعبان. يقفل على الباب. يلا سلام ايها الخنزير. يلا بينا نطلع. محمد جيمنج جاي يكسحنا. مش عايز اموت يا عم بالله عليك. يا عم بالله عليك. افتح اه لا موتني موتني غلاسة. محبش الغلاسة دي خالص. الحمد لله نزلت على طول انا اهو. شوف انا ولا انت. تعالى يا عم تعالى يا تعالى نقدر نشوف بقى. انا هنجري ورا بعض بقى. ايه ده؟ اطلع فوق يا بلو وخد المفتاح. انهي مفتاح؟ اللي اسمه ايه ده؟ ما فيش الا مفتاح واحد. ماشي اللي هو لونه ايه؟ انت بتسالني ليه؟ انت هتطلع فوق بس وهتلاقي مفتاح. فوق هنا؟ هنا كده ولا لا فين؟ لا 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 اطلع فوق في الدور الاخير. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ يا لهوي لو الوقت ليه؟ ليه؟ لونه ايه ده؟ مش الاحمر. اجري نط 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 اجري ليه اجري. اه الحمد لله. افتحوا فين ابن اللذينة ده؟ ده تحت بلال. لا مش في الكابو ده. كابو اخش المطبخ. مطبخ قلت لك مطبخ. المطبخ ده بايه؟ مش لاقي مطبخ. انا تهت بلال ونط. بس يا زميلي يا زميلي يا زميلي تعالى 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 نط بسرعه من الشباك. مش شباك. طب استنى بالله عليك يا زميلي. ايه بسرعه بسرعه
لان لازم تقرب له ذكي. بسرعة شطور. انت ميت، خايف يجيلك موت صاحبي باين. خدت مفتاح الاصفر يا شباب، وقوم اوبا. حبيبتي قولي لي طيب المفتاح الاصفر فين؟ تحت في كوبو. انزل. ايه ده ازاي يا ابتي اللذينه؟ طب الواد ده كده كسب هو الخنزير؟ يا لا 55. حلو، بس ايه ده، استنوا كده يا شباب تعالوا نشوف هو كام اصلا. ايه ده 50؟ الخنزير الجديد ب 270. اشتريها ب 270. ده انا غلبان. طب انا عايز اعمل حاجه تكسبني على طول ولا صعب؟ ها لازم اكون بلعبها كتير. بقول لك ايه، تكسب في البيت كذا مره هتلاقي نفسك معاك فلوس اكتر. احنا كنا الزرق ندخل جيم. ماشي يلا بينا ندخل اخر جيم يا شباب، عايزين بقى نكسب يا ولاد اللذينه. انا كنت عايز اجمع فلوس، اسف. لو انا لوحدي لا عادي. احوش كل الفلوس. ايه نختار مين؟ يلا مكان ايه؟ مترو. مترو يا شباب، يلا بينا نختار كلنا مترو. ايوه كله، ايوه احنا الاكتر المترو يا شباب، يلا بينا. ايوه تمام، اخترنا المترو. بلاير بقى، بلاير. ماشي طيب، ولا بلاش بلاير؟ لا بلاير بلاير. لا بوت، لا بوت، لا بلاير بلاير بلاير. خلاص يا رب اكيد مش انا عشان انا طلعت مره صح؟ اكيد يا رب. يا رب ترى مين؟ اكيد اختي. لا مش اختي، ممكن ياسين. ايه ده؟ والله والله غش، والله غش، والله غش. عايش قوي. ايوه الحمد لله الحمد لله. كنت بتكلم مع نفسي تقريبا يا شباب. انت قلت حاجه؟ حاسس بتكلم مع نفسي. انا مش عايز اموت يا بلاد. شباب شكل عسل صح؟ شكل عسل وامور قوي. يلا بينا يا شباب، انا هقعد اتدلع على الاريكه شويه. مش وقته. ايه ده؟ تدلع الاريكه. انا مفيش تحالف، انا هنزل اكسحكم. ستنجلدون. مفيش الكلام ده يا شباب. اوه بيجي، اوه بيجي المرعب. ماشي انا قادم. انا نفسي اكون معايا الشخصيه الجديده الصراحه، بس يلا لازم اكسب، فانا لازم اقتلكم كلكم عشان اجيب فلوس. دلوقتي بقى هتشوفوا احلى مزاوله. هذا ايه؟ تعالي بقى. متهزرش ان انا خلاص رايح اجيب السلاح. السلاح قريب مني. ايه ياسين، هلا 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 يا ياسين. انا مش لاقي السلاح يا راوي. هو فين السلاح؟ افتح يا باب. افتح يا باين، افتح يا باين، العب. يا لهوي اجري بسرعة عليهم. اجري يا حبيبي اجري. الحمد لله. ايه ده، لو مفيش حد مش عارف اموت اي حد يا شباب، خلاص يبقى لازم اعمل لهم بقى. هلا والله يا ناس. يا لا 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 لا، مش عايز يموت ليه؟ والله لك وراك انت بقى. لا لا يا باين. تعالى تعالى. ايوه يا اوت يا ياسين، مش عايز يموت ليه ده؟ ازاي كان ليه؟ اموت اموت اموت. روحت بسرعه، جيت على محمد جيمنج خايف جدا. بص 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 سيبالي، خد اي حاجه. لو يا شباب هيدوله الجزره هموت ناو. بس تعالي والله وغيري هموتك. تعالي انا مش هسيبك. تعالي يا عم ياسين، والله ما هسيبك. ايه ده هيضربني بيها كده؟ لا مش معانا. تعالى رخم بقالي ساعة بقول الواد ام الجزر. فين الواد التاني ده؟ ايوه انا هجيبكوا دلوقتي. انا حطيت لكم هنا تباب. تمام، هتقعوا حالا في الفخ. وانت هتموت حالا في الفخ. وقع في الفخ بتاعي. انت هتموت حالا في الفخ. يا هو فين يا ماما؟ هتموت حالا. اوه تعالي يا كيتي يا كات، تعالي. انت ميت يا بلاد.
الطيارة، أنا خايف أحسن يكون اداله الجزر يا شباب. ايوه خد الواد، خد الجزر يعني مش هيسيبك. ماشي اما نشوف. خليك واقف قدام الباب. ايوه خليك واقف، خليك واقف قدام الباب ده. ايوه بس طبعا انت هتموت. تعالوا يا شباب مش هسيبه. ايوه انا اشوفه بس. انت جدع خدع، مش هيسيبك، هجلدك زي ما انت ما جلدتني. عارف حد مسك تراب ولا انت اللي حطيت تراب؟ انا لا بحط في الترابات كلها. فاضل لك 3 ترابات، يعني مش مشتري ولا تراب. مش مشتري ترابات جديدة اصلا يا شباب، لان الفلوس معايا قليله. تعالى يا عم تعالى، اديله. موته يا لا، وعد الجمعة وراهم لبكره كده. ما كانش فيك ليه ما تموتش الكنشنش. تعالى يا نوتي. انت تضرب بعد ساعه مش عارف. عاش جدا. هو ده الكلام خلاص بقى واحد يا شباب، هو محمد جيمنج وخلاص كده وخلاص على كده. انا مش هسيبك ابدا. يلا بينا نحط تراب هنا كده. ابدا لو انا بلاي في اي فيديو بنحط تراب هنا برضك. مش هسيبك انت ما حطيتش حاجه. اه ماشي هتحط تراب هنا. وهو فين بقى يا شباب؟ اوه هو فين؟ مش هقولك. هو وقف، وقع يا شباب في تراب. ما وقعش في تراب، وقع في تراب. انا شايفاه. يا انا ماشي. انا هزوله مزولة. مش هتزوله، مش هتقدر تزوله. مش هسيبك يا محمد. هو مش هنا اساسا. تعالى يا محمد مش هسيبك. هو الذكي رايح. انا مش هسيبك يا محمد، يا انا يا انت بقى. تعالى انت فين بس؟ في عينك ده بعيد قوي عنك. الحمد لله. اوه انت فين؟ شايفك. بوم. ايوه انا الاسطوره ابطال الجيمنج، خلصت كل التربات اللي معايا وكسبتهم وبقى معايا 80. عاش ان شاء الله يا شباب. انا لازم، معلش يا شباب، انا لازم اعمل كده عشان اعمل ايه؟ عشان اشتري الشخصيات الجديده. فبس كده يا شباب فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، فعل زر الجرس عشان يظهر لك كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. بس كده، اي بي جيمنج ابطال الجيمنج.